كيماويات البناء الحديث معاك من أول ما تبني بيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بالأخ محمد معداوي، كان عنده سؤال جايز عايز يسأله بخصوص الدهانات الاقتصادية، فهنشوف هو عايز يسأل فيه بالظبط. السلام عليكم. هو أنا جاي النهاردة عاوز بلاستيك اقتصادي يكون بيتحمل الغسيل، لأن معظم الاقتصادي اللي في السوق بيبدر لما باجي الغسل أو كده وضعيف، كمان بياضه اللي في السوق معظمه مش كويس، فأنا عاوزك تديني خامة كويسة تريحني في الشغل اقتصادية وتريح العميل في السعر في نفس الوقت. والله إحنا كان عندنا منتج كيمكوت 400، الناس القديمة كلها تعرفه، كان منتج بتنزله في السوق، ممكن استبدلنا بمواد تانية، ولكن احنا كان الناس من كتر ما الناس كانت بتسأل عليه رجعناه تاني للسوق. منتج اقتصادي بياض عالي جدا قابل للغسيل فعلا، وهنجربه مع بعض وهنشوف. منتج فعلا طلقة، يعني منتج جودة عالية جدا، سعر منافس جدا، وهتلاقيه فعلا قابل للغسيل مش بالإنذار، لأن عملنا بنعمله اختبارات في المعامل طبعا عندنا. أي منتج بيطلع كيماويات البناء الحديث لازم يعرض على معامل الاختبارات قبل ما بينزل السوق، فبالتالي هنشوف مع بعض كيماويات 400. ويمكن ناس كتيره لما تسمع عن كيماويات 400 يعني كان موجود كيماويات 400 ومنتج مشهور جدا ومعروف، فاحنا بالتالي من كتر ما الناس ما كانت بتسعى عليه نزل طرحناه تاني في السوق، وهنشوف جودته مع بعض حاليا. كده هنفتح الباستيلا وبنخفف بنسبه 10% وهندهنها على سطح اسمنتي مباشره عشان نشوف التغطيه بتاعتها. شوف درجه التغطيه على سطح اسمنتي من وش واحد سطر معايا. سطح اسمنتي بدون تجهيز بدون سيلر، وش واحد سطر معايا، في انسيابيه عاليه في التشغيل. طبعا الكلام ده يختلف لو هي طبعا متاسسه واخده معجون. طبعا لو متاسسه واخده سيلر ومعجون طبعا الدنيا هتبقى اعلى من كده بكتير، ولكن زي ما احنا شايفين قد ايه درجه البياض عاليه جدا. وبعد ما بيجف منتج قوي جدا قابل للغسيل. يعني فعلا منتج جودة عالية. مظبوط طبعا، التغطية بتاعته ما شاء الله التغطية بتاعته كويسة جدا، والميزة بتاعته دي ما جاتش من فراغ، وإعجاب الناس بيه ما جاش من فراغ فعلا، لأن منتج بياض عالي تغطية عالية وجديد وقابل للغسيل. طبعا هو أشد من الفئة اللي زيه، وبعدين أنا أقدر أشتغل بيه على معجون وأقدر أفنش بيه. يعني اشتغل بقى على معجون عادي واقدر افنش بيه واشتغل. دي النقطه اللي انا جاي اسال عليها، ان انا ممكن افنش بيه في الاخر، اسلم بيه العميل بتفنش الطلب. طب تمام، افنش بيه عادي جدا، وياما اشتغلنا بيه كان طالب منه كميات مهوله كتر 400 وناس كانت بتفنش بيه. تلوينه سهل جدا، التلوين بلون عادي جدا، اي جميع الالوان بتشغلها معاه، الوان مائيه الوان يونيفرسال كل الالوان شغاله معاه، وسهل التلوين بسهوله ان اقدر الونه واقدر اعمل بيه اللي انا عايزه. خلاص ده منتج كيمكوت 400، اعتقد ان شاء الله هيرجع ياخد مكانه تاني في السوق، وهتكون بقوه باذن الله. خلاص تمام ماشي، اتفضل. شكرا.